لاباس؟ وبيك لاباس؟ الحمد لله. عرفنا عليك. مواطن تونسي. باش نحكيو اليوم على حفلة لطيفة العرفاوي في مهرجان قرطاج بمناسبة عيد المرأة. فما لافتة في الإكران مكتوبة: كل عام والمرأة التونسية ناجحة ومتميزة ونافورة عطاء لتونس. الكلمة هذه عملت برشا بوليميك، كلمة نافورة في سهرة عيد المرأة تثير السخرية، شنو رأيك؟ يعني شنو الموضوع؟ معناها كلمة نافورة الموضوع ولا حفل لطيفة العرفاوي في كرتاج؟ كلمة نافورة. هي شبيه كلمة نافورة؟ هي كلمة تونسية. نحكي ليش عربية ولا مش عربية، أما كلمة تونسية نقولوها نحن شعب التونسي نقولوها، خاصة الكبار متاعنا وخاصة في الوسط الريفية. كلمة تتقال نافورة فوارة، معناها حاجات من الكلمات هذوما موجودين. لو توجلي عليهم بالعربية الفصحى تنجم يكونوا ما فماش. اما شنو هي اللي ممكن، معناها شنو الجدل؟ معناها هي مش كلمه زايده، مش كلمه خايبه، مش كلمه صارت الجدل مع السخريه. هي شكون هم اللي عملوا الجدل هذا وشكون هم اللي سخروا ساعه؟ شنو هي مستوى ثقافتهم الاجتماعيه في تونس باش نجموا نفهموا رواحنا ساعه؟ خاطر اللي قالها ربما ما لوش عليها في كونها كلمه عربيه، هو لوج عليها كلمه تداول في تونس، كلمه نجم يكون اسمعها في منطقة ريفية. خاطر نحن نافورة مثلا، احنا تو اي خاصة تعمي حتى طفل صغير يمشي يسأل شنو هذيك، يا شوف النافورة راهو فيها نافورة. النافورة هي حاجة تعمي، احنا في الريف زاد نقولوا نافورة ونقولوا فوارة، يبدا الماء نابع من الارض وخارج وعمال يمشي ديما يدفع ديما يدفع، ما يرخش الماء ديما يمشي ديما يدفع، هذيك نسموها نافورة، حاجة تدفع حاجة ديما تعطي. دونك اللي فهمته انا من السيد اللي كتب الارتيكل هذايا، ان شاء الله المراه التونسيه نافوره عطاء، يعني حاجه تعطي وما تملش، تعطي وما تكلش، تعطي وما ترخش، ديما تعطي ديما تعطي ديما تعطي، هذا هو الهدف انا حسب رايي، هذا هو المفهوم نتاعها. بالعكس هي كلمه ايجابيه وكلمه تشرف المراه وكلمه هي دفع للمراه، هو سجع المراه على انها تكون امراه ديما تعطي، ما تملش ما تكلش ما تتعبش من حتى حاجة. حسب رأيي أنا هذا هي ما معنى نافورة. من بعض الانتقادات أنه تقول أنه المعجم العربي كبير برشا، علاش كلمة نافورة بالذات معناها عنا؟ هو نحن مشكلتنا في تونس راهو زلق، كلمة زلق كان يحبوا يعملوا منها حكاية، يعملوا منها حكاية، والتوانسة الكل ينقضوا نفس النقد. خاطر نحن شعب للأسف شعب مسير، شعب مانيش شعب مخير، مانيش شعب مفكر، ما نفكروش، ما عندناش آراء، معناتها كل شخص عنده رأيه ويقتدي برأيه ويقول حسب رأيه هو، لا، يسمع كلمة قالت قبله يشد فيها ويمشي، يشد فيها ويمشي، قالوا عرفتها كذا قولة قالوا فقلنا، الشعب التونسي هكاك، هو أنا كنت النجم بالحق، معناتها أنا أعطيتك رأي بكل حسب معرفتي وحسب مفهومي، أما أنا باش نتفادى برشا حاجات، نضحك ونقول لك ليه والله قداش ودرا شنو اللي قالها وشنو يقصد بها وشنو معناها نافورة، وناخذها معناها بالجانب السلبي باش نزيد نسجع أكثر على النقد وعلى السخرية وعلى الحاجات هذيك. للأسف نحن شعب تونسي هكاك، نحبوا الحاجات هذيك ونكبشوا فيها. للأسف، مو إن شاء الله كل تونسي يعطي رأي وحده. خاطر راهو يكذب عليك، انا الناس اللي نقدوا ولا الناس اللي سخروا من الحكايه ذي، صدقني صدقني انا نهزك الام ونهزك الاخت ونهزك الخوه الصغير ونهزك البنت الصغيره، وقفها قدام، وقفها في المنقاله، وقفها في الخصه، قول لها شنو هذيك، تقول لك نافوره. صدقني اللي نقد واللي ذن واللي ذم، هز وهز بنته، معناتها هو خاطر يعني هي صحيح معروفه معناها الكلمه، لكن عرفوها بالعاميه. هو حكايه بالعاميه، هو مضروب على يده، هي هو حكاية بلغة دخل فيها العامية، قول له علاش تدخل في كلمة عامية في اللغة العربية، ينقضوا في هذه. اي هو هذا. هما أنا حسب أنا أفهم النقد صار على كلمة نافورة، أخذوها كونه كلمة سلبية. لا مش أخذوها كلمة سلبية. كان حاجة. ليش معنى المصطلح معبي يعني في برشا المصطلح. نافورة معناها نافورة مفهوم غال، أنا هكا فهمت. كونه نافوره اخذوها بمفهوم غلط، حبوا يفهموا العباد راهي كلمه خايبه اتقالت في حق المراه. لا مش هكا. اي اما شنو معناها؟ معناها نافوره. يقصدوا انه كلمه نافوره عاميه وهو يحكي بالعربيه الفصحى. انا مره نقرا في ارتيكل معناها: وفي كل عيد واضحى اضحي في منزل والدي في الريف ونذبح الكبش.
هكا نذبحوه ونذبحوا الكابش، هي نذبحوه اللي قال الكلمه ذي، نعملوا عليها حكايه. هو مش تلميذ، هو ماهوش يقدم في الاخبار، هو مش يقدم في النشر الجوي، هو كي قالها معناتها ماهوش حاجه عامه 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 لدرجه انه مش نتمسوا ولا مش نتنقدوا عليها دوليا، وماهيش مش تمس لا من سياسه الوطن ولا من الامن ولا من حد شيء. كلمه قالك دوك نجموا ننقدوه في كلمه، يعني عرفتك نمروا عليها مره الكرام، مش نعملوا منها قضيه وحكايه. والله يعلم الراجل تاو مخبي وجهه اللي كتبها ولا شنو حكايته، كي يقرك الناس هذوكم الكل معناها شنو مشي شنو مشي. ما الحقيقه ياسر 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 كبروها الحكايه، مشي ما تستحقش. نافوره راهي تتقال حتى في الكتب، نحن حتى كي نكتبوا، حتى اكتب انت موضوع عن شيء، امشي جيب اي طفل يقول لك النافوره معروفه نعرفوها بالعربيه الفصحى وبالدارجه وباللغات اللي تحب عليها انت، كلمه تونسيه نكتبوها في الكتب. احنا في مواضيع الانشاء بالحق نتذكر اللي في مواضيع الانشاء كي كنا نقروا ما عندهاش تسميه اخرى، خاطر نحن عندنا الفوار سموها فوار بالدارجه وبالعربيه سموها نافوره. ما تعتقدش انه مصطلح ركيك؟ بالعكس، كلمة محليها نافورة، كلمة محليها بالحق حسب رأيي أنا، كلمة محليها، خاطر كان جيت تعرف أنت نافورة شنو معناها بالضبط؟ نعرف شنو معناها. شفتي محليها كلمة كي يبدا نابع وطالعة ويمشي وتحسه معناها قاعد ما يوفاش، خلاص تحسها حاجة ما توفاش، تحسها حاجة ديما تمشي. كي تكون المرأة نافورة يعني حاجة المرأة مش تعطي، تو احنا أنا راهو في النساء تو تحبي نقول سمو مرأة قلتها كان مرة صافية مرة مدلغصة مرة غرم مرة ندري شنو، شيء ريتي ما خيبها طبيعي. كي نقولوا نافوره راهي حاجه باهية برشا 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 برشا، وانا شخصي انا كل امراه معناتها تكون نافوره، اللي تكون نافوره تعطى وتعطي بدون ملل وبدون كلل ولا ما لا نهايه. ان شاء الله كل امراه نعرفها ان شاء الله تكون نافوره عطاء نافوره. نقول ان شاء الله كل عام واحنا نافورات، مش كل عام، كل لحظة كل دقيقة كل سيكونت ديما نافورات، خاطر النافورة ما تعطيش كل عام مرة في العام، ديما على مدار الساعة ديما تمشي، راه عبارة سبالة محلولة تجري لوتا، هذه سبالة محلولة من فضل ربي تجري لفوق من الأرض وخارجة لفوق، هذيك اللي اسمها نافورة، هذيك اللي نعرفها أنا نافورة واللي نعرفوها مش الشعب التونسي كلنا نعرفوها نافورة. دوك أنت أنت تحب تعمل موضوع على كلمة معناها لقيت قطيعة صار وراك في النقد نتاعك، مش انت بالذات معناها اللي عمل اول واحد معناها نقد هذيا ولا سخر من الكلمه. نحكيو على الجدل اللي صار ومش احنا عملنا موضوع، مش انت، نحكي لك على الشخص اللي عمل الجدل هذايا واللي نقد واللي طلع بطلع هذيا من اصله معناها، ولقى قطيعه مشى وراه في الموضوع. انا ناكد لك كلهم يعرفوا ما معنى نافوره، وانا نعطيك انت يهزوا للخاص ويقول له هذه شنو اسمها، اذا يعطيك لها تسميه اخرى فاجي نتحاسبه، قول له اذا مشي نافوره شنو يكون اسمها؟ ما يلقاش لها حتى اسم. خلي لي كلمه الختام، شنو تحب تقول للمراه التونسيه نافورات تونس؟ والله انا عندي راي ما يعجبش برشا في المجتمع التونسي وخاصه برشا نساء، وانت امراه وما نحبش نقول كلام ما يعجبكش ربما. يوم عيد المراه مثلا انا عندي راي، يعني شنو الاحتفال اللي شفناه للمراه؟ شنو الإضافة اللي تعطات للمرأة؟ شنو الميزة اللي ميزت المرأة التونسية البارح في عيدها على الراجل ولا على الطفل ولا على المجتمع؟ شنو اللي يميزها؟ جماعة المعامل واللي يخدموا ربي عينهم وذوكم الحق معناها حاجة أخرى، شفناهم في الكيران وفي المترويات كالعادة عفس ودز ومرج، وشفناهم الأربعة والخمسة وما ثلاثة متاع الصباح يلموا في البلاستيك ويجروا. المرأة الريفية زادة كيف كيف، اللي مشات تحت حمر في الطماطم واللي مشات تجمع في الفلفل واللي مشات تجمع في الدلاع واللي واللي واللي. إذا نعيد شكول أنا، أني مرأة تونسية البارح احتفلت بعيدها دوك في الشارع، والمرأة بقى خليني نقولها معني هذا رأي، المرأة بتاع الشارع، المرأة بتاع الشارع زاد البارح شفناهم نفس الوضع ونفس الظروف، اللي في القهوة واللي تشيش واللي تتكيف واللي في البار واللي في الول ول ول نفس الشيء زاد. شنو الإصلاحات اللي عملتوها للمرأة هذيك؟ ممكن نعملوا عيد للمرأة إذا نحترموا المرأة. ثم نساء قاعدة تمشي في الهلاك، ماشي في الفساد، ماشي في الضياع، كدولة وكوزارة والناس اللي عملوا العيد هذايا للمرأة علاش ما يعملوش جمعيات بالحق ينشطوا يوم عيد، ينشطوا مدار كل يوم عيد مرأة وينشطوا ويصلحوا المجتمع نتاع النسوي نتاعنا،
علاه ما يعملوش؟ علاش ما يعطوش للمراه اللي طايشه في السبيطار وما لقيتش باش تداوي وما لقيتش باش تاخذ دواء؟ علاش ما يعملولهاش؟ اذا ثم مراه ومراه ومراه ثلاثه ولا اربعه نساء هما اللي كونوا هالاسم هذايا قاعدين يحتفلوا. صح عليهم. انا ناكد لك البارح راهم مشوا لبرا خارج الوطن في وتله عالم اخر واحتفلوا فيما بين بعضهم وروحوا وانتهى الموضوع. يعني وخرجونا نحن كالاعلام المراه وعيد المراه وعيد المراه باش نقعدوا نحن ديما المراه التونسيه محليها. البارح نخسر في برشا نسيه. اليوم عيدنا اليوم عيدنا اليوم عيدنا اليوم عيدنا اليوم عيدنا وللاسف معناها خاطيهم بعيد عليهم كل البعض.